نعم، فيما يتعلق بآخر التصريحات الصادرة من موسكو، ديمتري ميدفيديف مستشار الأمن القومي الروسي يقول أن روسيا تحارب الناتو والغرب بمفردها وأنها لم تستخدم كل قواتها بعد حتى الآن. ما الذي يمكن أن نفهمه من هذا التصريح؟ هل هو تلويح مرة أخرى باستخدام السلاح النووي؟ بطبيعة الحال وبالتأكيد تصريحات ميدفيديف لا ترتبط بالسلاح النووي، فميدفيديف تحدث عن أن موسكو حتى الساعة لم تستخدم جميع قدراتها العسكرية وأن هذا الشيء له وقته، وكما أيضا أضاف ميدفيديف أن الأهداف لم تحققها أو لم تقوم القوات الروسية باستهداف جميع الأهداف، وهنا الإشارة فورا تلوح نحو مقرات صنع القرار في العاصمة الأوكرانية كييف، مقر وزارة الدفاع الأوكرانية، أيضا مقر إقامة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إضافة إلى بعض المقرات التابعة إلى الناتو على الأراضي الأوكرانية، كما أيضا بعض المراكز التابعة للاستخبارات الخارجية وتحديدا الاستخبارات البريطانية المتواجدة في مدينة الفوف الأوكرانية، مدينة الفوف التي تقع على الحدود الأوكرانية البولندية. يمكن لموسكو، وهذا الأمر ليس مستبعد خلال الوقت أو خلال الوقت القريب، يمكن لموسكو بأن تقوم بأحد الضربات الصاروخية على أحد مراكز صنع القرار، وهذه المراكز ستكون مراكز رسمية حكومية أوكرانية ومن أبرزها وزارة الدفاع الأوكرانية، في ظل الخطوات الخطوات العدائية كما تصفها موسكو التي يتم اتخاذها من قبل الغرب وأيضا من قبل الجانب الأوكراني. يوجد أمام الجيش الروسي مزيد من الخطوات يمكن استخدامها قبل استخدام السلاح النووي، وهنا جميع التقارير الإعلامية وجميع الخبراء يستبعدون تماما استخدام روسيا للسلاح النووي في الوقت القريب. أخيرا، ما الذي نقرأه من تصريح موسكو بأن خرسون لا تزال مقاطعة روسية؟ إذا كانت كذلك فلماذا انسحبت منها؟ انسحاب تكتيكي، إعادة تموضع، هذا أبرز ما يتم الحديث عنه هنا في الداخل الروسي. جميع الساسة الروس وجميع التقارير الإعلامية والخبراء يتحدثون عن أن خيرسون بالفعل هي كما تحدث ديمتري بيسكوف الناطق باسم الكرملين، هي جزء من روسيا. الضم الذي حصل مؤخرا بعد عملية استفتاء روسيا لن تتخلى هكذا عن هذه المقاطعة، فالرئيس بوتين وعد سكان مقاطعة خيرسون بأن موسكو مستعدة لحمايتهم من أي عدوان خارجي. الانسحاب هو انسحاب تكتيكي، هو إعادة تموضع للجيش الروسي. الجيش الروسي بحاجة لوصول جميع الذين تم استدعائهم نتيجة قرار التعبئة الجزئية، أيضا بحاجة لاستخدام القدرات العسكرية الروسية المتبقية. حتى هذه الساعة روسيا لا زالت تستخدم أسلحة تقليدية، لم تستخدم أي من الأسلحة الثقيلة، وهنا دعيني أشير داليا إلى أسلحة سارمات، إلى صواريخ سارمات، إلى صواريخ تسيركون، هذه الصواريخ التي تفاخر فيها الرئيس بوتين في جميع المناسبات والذي تحدث عنها بأنه لا يوجد أي مثيل لها في العالم. حتى هذه الساعة روسيا لم تستخدم هذه الأنواع من الصواريخ، روسيا لا زالت تستخدم أسلحة تقليدية. حتى هذه الساعة الأهداف التي تقوم روسيا باستهدافها هي أهداف تقليدية، لم تقوم بضرب. حسين، سؤال أخير، هذه المرة هو الأخير بالفعل، هذه المرة هو الأخير بالفعل، ما هي أصداء زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لمنطقة آسيا اجتماع مجموعة العشرين وأيضا قمة آسيان، أصداء ذلك في روسيا حسين؟ بطبيعة الحال روسيا حتى هذه الساعة الجهات الرسمية لم تصرح ولم تصدر أي بيانات حول زيارة الرئيس الأمريكي، لكن روسيا حسب ما يتحدث الخبراء والمراقبون داليا بأن روسيا تأمل بأن تكون زيارة الرئيس الأمريكي هي عدم تدخل في شؤون الدول
الداخلية، وأيضا بعدم أو أن يتوصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى خطوة صحيحة في عدم مواصلة تقديم الأسلحة والدعم العسكري إلى الجانب الأوكراني، وأن يضغط على الجانب الأوكراني بهدف الجلوس على الطاولة مع موسكو من أجل حل الأزمة في وقت سريع، ومن أجل أيضا تمكين الشعب الأوكراني من أن يعيش في سلام من عدم أو من خلال الضغط على القوات الأوكرانية لعدم رفض المفاوضات وعدم أيضا استهداف المنازل والمباني السكنية. نعم. في أراضي دونباس. شكرا حسين مشيك مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو، شكرا جزيلا لك.